أعلن الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن إجمالي ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع بلغ نحو 12 مليون لمبة. وأضاف اليماني أن ما تم ترتيبه من لمبات الليد وصل لستة ملايين لمبة حتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 10 لمبات ليد لاستبدالها باللمبات المتوهدة المستهلكة للطاقة. وأكد أن القطاع مستمر في توزيع اللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.